مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد على دور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. شيخ الأزهر: رسالة البابا فرانسيس كلنا إخوة مهمة بالنسبة للمسلمين. الكنائس الأردنية تحتفل بعيد سيدة الوردية المقدسة. القبة الجديدة تعتلي كنيسة الأقمار الثلاثة في دبين. وفيها أيضاً الدعوات الرهبانية في الكنيسة، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، حيث جاء في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا على الحرية المسيحية بكونها خميرة شاملة للتحرير في إطار تعليمي في الرسالة إلى أهل غلاطية. قال: تساعدنا الحرية المسيحية أن نرى ما هو جديد في الحياة، لذلك إن قبول الإيمان بحسب بولس الرسول لا يقتضي التخلي عن قلب الثقافات والتقاليد، بل التخلي فقط عما يمكن أن يعيق ما هو جديد في الإنجيل وطهارته. الحرية التي أعطيت لنا بموت الرب يسوع وقيامته لا تدخلنا في نزاع مع الثقافات ومع التقاليد التي تلقيناها، لأنها تحتوي على حرية جديدة محررة، هي حرية الإنجيل التي تساعدنا أن نبقى متجذرين في جذورنا الثقافية، وفي الوقت نفسه تفتح أنفسنا على شمولية الإيمان الذي يندمج في كل ثقافة ويعترف ببذور الحقيقة الموجودة فيها ويطورها، فيحمل الخير الموجود فيها إلى الكمال. الحرية المسيحية تساعدنا أن نعلن بشرى المسيح المخلص وأن نحترم ما هو جيد وحقيقي في جميع الثقافات. وقد سميت الكنيسة الكاثوليكية بهذا الاسم لأنها كنيسة جامعة ومنفتحة على جميع الشعوب والثقافات في كل الأوقات، لأن المسيح ولد ومات وقام من أجل الجميع. على صعيد آخر، وخلال مشاركته بقمة الأديان في روما بحضور قداسة البابا فرانسيس وقادة دينيين آخرين من 40 دولة، قال فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: منذ اللحظة الأولى من لقائي مع قداسة البابا فرانسيس تأكدت أنه رجل سلام وإنسانية، ووصلت إلى قناعة أنه لا يوجد مجال للتمييز على أساس الاختلافات في الدين أو العرق أو الجنس أو غير ذلك من أشكال التعصب. وأضاف قائلا: إن الذين ينشرون الكراهية بين الناس ويمارسون العنف وإراقة الدماء باسم الدين، هؤلاء كاذبون وخائنون لأديانهم التي يرفعون لافتاتها، أيًا كانت هذه الأديان أو العقائد أو المذاهب التي يتحدثون باسمها. وأقول إن هؤلاء الذين ينشرون اليوم الكراهية بين الناس ويمارسون العنف وإراقة الدماء باسم الدين أو باسم الإله، هؤلاء كاذبون وخائنون لأديانهم التي يرفعون لافتاتها، أيًا كانت هذه الأديان أو العقائد أو المذاهب التي يتحدثون باسمها.
أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الإصلاح السياسي مستمر وبقوة بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة مهمة لترجمة هذه المخرجات إلى تشريعات وممارسة حزبية قائمة على البرامج. وشدد جلالته خلال لقائه رؤساء وزراء ووزراء سابقين على مواصلة الأردن العمل على حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية عليها. بعد مرور عام على وضع حجر الأساس، تم تركيب قبة كنيسة الأقمار الثلاثة في دبين شمال المملكة بجانب دير السيد العذراء ينبوع الحياة، حيث ستجمع هذه الكنيسة بعد تجهيزها أبناء الرعاية في الأردن والعالم لعيش الحياة الروحية والخلوة مع الله، وستكون في المستقبل مركزاً لعقد المؤتمرات الكنيسية المحلية والعالمية. وكانت نورسات قد شهدت العام الماضي احتفال وضع حجر الأساس لبناء كنيسة الأقمار الثلاثة وعدت التقرير التالي. ببركة غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة وضع حجر الأساس لكنيسة الأقمار الثلاثة التي تتوسط مشروع المركز الأرثوذكسي في دبين. حضر الخدمة الأم أريني عويس رئيسة دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين مع أخويتها الراهبات وقدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش الرئيس الروحي لمدينة الزرقاء مع الفريق الهندسي المشرف على المشروع. وفي كلمة سيادته التي تحدث فيها خلال وضع حجر الأساس أشار إلى أهمية بناء هذه الكنيسة وهذا المشروع ومدى حاجتنا لهذا الصرح الذي سيجمع أبناء الرعاية في الأردن والعالم لعيش الحياة الروحية والخلوة مع الله. بالطبع أبنائي، المشروع كله زي ما أنتم شايفين هو مشروع كبير، ولكن اليوم بهمنا كمان أنه نقدر أنه ننجز الكنيسة، لأنه الكنيسة هي جزء مهم من هذا المشروع، وهذا رح يكون البيت لأبناء الكنيسة لأبناء الوطن ولكل أبنائنا من كل العالم ومن الأردن. وعشان هيك اليوم فرح كبير اللي ربنا أحلنا أنه نجتاز هاي المرحلة ونوصل للمرحلة اللي وصلناها. زي ما شفتوا اليوم بحجر الأساس، نحنا وراء حجر الأساس لما نصب الإسمنت وضعنا فيه أنينة اللي في هاي الأنينة فيها اسم، فيها زي ما قرأنا قرأ أبونا اللي الورقة المكتوبة جوا إنه على عهد مين تم هذا البناء. هون منوثق تاريخيا وذكرنا أسماء كمان وحطينا كل أسماء المتبرعين في هذا المشروع كله، حطيناهم كمان في داخل حتى لأنه كل في القداس الإلهي وفي كل صلاة تقام في كل كنيسة من كنائس الوطن دائما نذكر الذين قاموا ببناء هذا الهيكل المقدس. ومن اليوم بيفتح سجل لهاي الكنيسة في السماء اللي يذكر كل الأبناء والبنات اللي راح يكون لهم دور في إنجاز هذا المكان. وفي ختام كلمته شكر سيادته ابن الكنيسة السيد عيسى عودة الذي قام بالتبرع لبناء الكنيسة، متضرعا للرب الإله أن يبارك السيد عيسى وعائلته على كل ما يقدمه ولجميع أبنائنا الذين ساهموا ويساهمون في إنجاز هذا الصرح الأرثوذكسي. وبفتكر اليوم هو يوم فرح ويوم شكر لربنا ولأمنا الفائقة القداسة وللقديسين ولكمان لكل المتبرعين ومنهم السيد عيسى عودة اللي هو تبرع ببناء الكنيسة، ولكن كل أبنائنا كمان اللي تبرعوا في بناء المركز، لأنه المركز بده منا جهد كبير. وعشان هيك بعرف الظروف قديش صعبة، ولكن هون دورنا كمان كيف منا نتآزر كلنا مع بعضنا حتى نقدر إنه ننجز هذا المشروع. ربنا يساعد الكنيسة وأبناء الكنيسة والوطن في هاي الأيام الصعبة والأيام اللي رح نجيها، ولكن ربنا معنا وغاد
تعزيتنا ورجائنا. ألف مبروك للجميع. نعمة وبركة ربنا تكون معنا دائما، تحميكم أبنائي وتعطيكم كل نعمة وبركة من عنده. ألف مبروك. وعقب الصلاة تجول المطران خريستوفوروس مع الفريق الهندسي حول أرجاء المركز وتفقد أعمال البناء والمراحل التي وصل إليها. وفي شمال المملكة ترأس الأب يوسف فرانسيس راعي كنيسة سيدة الجبل للاتين في عنجرة بمحافظة عجلون قداس الأحد الذي أقيم في الكنيسة بحضور جمع من أبناء الرعية، وتضمن القداس قراءات من الكتاب المقدس أعقبها ترانيم دينية من أداء إحدى الفرق التابعة للرعية. ويشار أن كنيسة سيدة الجبل تضم مزاراً مقدساً يعد أحد أبرز مواقع الحج المسيحي في المملكة، وبيتاً لرعاية الأيتام يشرف عليها الأب فرانسيس ومجموعة من المحسنين. الشاب النهاردة بيمثلنا كلنا، بيمثلنا كلنا، كلنا بنجري بنروح عند يسوع بنقول له أيها المعلم الصالح ماذا نعمل لنرث الحياة الأبدية. الشاب كان بيدور على إرادة الله، وإحنا كمان كلنا بندور على إرادة الله. لكن لما بنكمل قراءة الإنجيل بنشوف إنه بيقولنا الإنجيل إنه بعد المسيح ما قال له أو ما سأله حفظت الوصايا؟ قال له أحفظت الوصايا. قال له فاضل واحدة كمان ناقصة، اذهب وبيع كل ما تملك واعطيه الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى فاتبعني. بيقول الإنجيل فاختم أو فحزن لهذا الكلام وانصرف حزينا لأنه كان ذي مال كثير. حزن، زعل، وانصرف من عند المسيح، مشي ما قعدش يكمل معاه. احنا ممكن نكون في النص، لان كلنا بنروح عند المسيح بنقول له يا معلم ماذا نعمل لنرث الحياه الابديه، وبنقدم حياتنا لربنا، لكن بيفضل دايما في اشي ناقص ان احنا نقدم ارادتنا للمسيح. الشاب زعل لانه المسيح قال له اذهب وبيع كل ما تملك وتعالى واتبعني، واحنا يمكن ما نكونش عندنا ايش نبيعه، بس مجرد ان احنا نترك الاراده عندنا اكيد بنزعل، نتخلى عن راينا او ان احنا دايما راينا هو اللي بيمشي. بيقول الانجيل فاختم فحزن لهذا الكلام وانصرف حزينا لانه كان ذي مال كثير. وكمان الانجيل النهارده بيكلمنا عن او موضوع الانجيل موضوع الدعوه، نعمه الدعوه، ان الله بيدعو جميع البشر، والبعض بيقبل دعوة المسيح والبعض بيرفض الدعوة. دعوة المسيح ان احنا نتبع المشورات الانجيلية خصوصا في الحياة المكرسة. الله بيدعو جميع المعمدين الى اتباعه من خلال التكريس ان هم يكرسوا ذاتهم لله، او من خلال ان هم يعيشوا الحياة العائلية في سر الزواج. يا امنا يا امنا يا مريم العذراء شريكة شريكة أنت بالفداء شفيعة لنا يا أمنا باليسر والصعاب يا أمنا يا أمنا. احتفل في مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة باليوم العالمي للشلل الدماغي، والذي أقيم هذا العام تحت عنوان افتحوا الأبواب من أجل دمج شامل لأبنائنا في مجتمعنا. وألقى مدير عام المركز الأب شوقي بطريان بحضور غبطة البطريرك فؤاد طوال وعدد من الآباء الكهنة كلمة أشار فيها إلى دور مركز سيدة السلام في تقديم الخدمة الإنسانية والطبية للأطفال المقيمين. وشارك في إلقاء الكلمات نخبة من الأخصائيين والأطباء وأهالي الأطفال المتعايشين مع الشلل الدماغي. يصادف يوم 26 أول من كل عام، هذا اليوم هو اليوم العالمي للشلل الدماغي، وبهذه المناسبة أراد مركز سيدة السلام أن يؤكد ويركز على هذه الحالة، وخاصة لإثارة الوعي في عقول الناس وخاصة في الأردن. والمهم بهذا الموضوع وجود معنا الكثير اليوم، حوالي 6-7 محاضرين يتكلمون عن هذا الموضوع ويناقشون هذا الموضوع.
إضافة إلى التركيز على أهمية الدمج وأهمية التدريب للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، حالة الشلل الدماغي. طبعاً هذا اليوم ارتقى مركز سيدة السلام أنه نعمل مؤتمر مختص بالأهالي، والحمد لله قدرنا نجمع أخصائيين وأطباء من الخدمات الطبية الملكية، من الجامعة الأردنية، من مركز ورود الشمس، عشان يساعدوا الأهالي عشان يفهموا أكثر عن الشلل الدماغي. ورح يكون كمان من فعاليات هذا المؤتمر إطلاق قصة أنا اسمي فيصل، هي قصة مميزة رح تكون لأنه بطل القصة هو طفل بتعايش مع الشلل الدماغي، وأيضا راسم القصة هو شاب، هذا الشاب يعاني من إعاقة حركية تقريبا منذ الولادة. فهاي القصة رح تتوزع بشكل مجاني على المدارس، خصوصا بالفئة الابتدائية، المرحلة الابتدائية، عشان كمان نزيد الوعي بالشلل الدماغي وأيضا بأهمية دمج الأطفال في المدارس. احتفلت راهبات الوردية في المملكة بعيد شفيعة الرهبنة العذراء سيدة الوردية المقدسة، وذلك خلال أول قداس إلهي للأب جمال خضر النائب البطريركي في الأردن بعد تسلمه للخدمة الجديدة في المملكة، حيث أقيم القداس في كنيسة بيت الزيارة في دبوق بعمان بمشاركة عدد من الكهنة والشمامسة، وبحضور الأخت مادلين دبابنة النائب الإقليمي لرهبنة الوردية، وعدد كبير من الراهبات من مختلف المراكز. هذا العيد نتأمل في أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، والكنيسة تدعونا إلى التأمل في بشارة الملاك لمريم العذراء، هذه البشارة التي لم تكن فقط نقطة انطلاق، ولكن هذه البشارة التي تكشف لنا عن سر الله وتكشف لنا من هي مريم العذراء. الله اختار مريم، وفي اختيار الله سر لا نعرفه. لماذا اختار مريم؟ هذا ينطبق أيضا على دعوة الله للبعض، لا نعرف لماذا اختارهم هم بالذات. لماذا اختار داود من بين إخوته؟ لم يكن أفضلهم. لماذا اختار التلاميذ؟ لم يختار غيرهم. هذا سر من الله، الله الذي يختار بكل حرية، ولكن ما نعرفه هو لماذا اختارهم، ما هي الرسالة التي أوكلها لهم. اختار مريم ليكون لها دور مميز في تاريخ الخلاص، فهي التي تنبع عنها العهد القديم، هي حواء الجديدة التي ستصلح ما أفسدته حواء الأولى. أتى الوقت الذي فيه في تاريخ الخلاص نبدأ بداية جديدة بتجسد المسيح. العذراء هي حواء الجديدة، والعذراء هي نجمة الصبح التي تبشر بقدوم النهار وشروق الشمس التي لا تغيب، يسوع المسيح. هذه هي البداية الجديدة. ما يلفت انتباهنا هو أن الله يرسل الملاك ليطلب موافقة مريم العذراء، يريد أن يسمع منها أنها توافق. الله لم يستخدم مريم العذراء دون علمها، دون موافقتها، أراد أن يسمع موافقة مريم ليبدأ العهد الجديد، ليتجسد ابن الله ويخلصنا. وفي كنيسة القديس ميخائيل للاتين في بلدة الإسماكية أقيم قداس احتفالي ترأسه كاهن الرعية الأب أكرم مشربش والشماس الإنجيلي زعل حجازين، احتفالا بعيد سيدة الوردية المقدسة. حضر القداس راهبات الوردية في الرعية وعدد كبير من المؤمنين. وفي نهاية القداس قدم الأب مشربش الشكر الجزيل للأخت ماجدة حداد والأخت نسرين زرفيلي على خدمتهن المتفانية للرعية، وتمنى لهن ولجميع الراهبات الصحة والبركة بخدمتهن في حقل الرب.
وبعد القداس قدم أبناء الرعية التهنئة للأخوات الراهبات بعيدهن. كما احتفلت كلية راهبات الوردية في شميساني بعمان بعيد العذراء سيدة الوردية، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه الأمين العام للنيابة اللاتينية في الأردن الأب عماد علامات، بمشاركة الشماس الإنجيلي هاي العلامات وراهبات الوردية ولفيفا من العائلات وأطفالهم. أقامت كنيسة مارشربل المارونية بعمان وراعيها الخوري جوزيف سويد صلاة بمناسبة افتتاح مزار القديس شربل وإزاحة الستار عن التمثال الذي استخدمته لجنة الوقف من لبنان. عاون الخوري جوزيف الأب رفائيل شفيكيان من كنيسة الأرمن الكاثوليك. وبعد التكريس أحيا كل من فادي القاضي وكارلو السلامة أمسية ترانيم بحضور الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وراهبات الصليب وحشد من المؤمنين من أبناء الرعية. هل لي محبة رنم يا رجاء في لقاء الأحبة، في لقاء الأحبة في يوم السماء، في يوم السماء. هل لي هل لي يا محبة فرحنا بخور، حناننا نبيل، إيماننا قربان، لقاؤنا صلاة. فرحنا حناننا إيماننا لقاؤنا قدسنا محبة، قدسنا محبة. هل لي يا محبة رنم يا رجاء في لقاء الأحبة، في لقاء الأحبة في يوم السماء، في يوم السماء. هللي هللي يا محبة. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نور سات الأردن سعادة العين مد الله الطراونة عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث دار حوار عن اللجنة ومخرجاتها بمشاريع القوانين التي كانت محل تقدير لكل الأردنيين. كما أشار الطراونة إلى حالة العيش المشترك التي تجسد العلاقة بين أبناء الشعب الأردني الواحد من مسلمين ومسيحيين، وهي علاقة قائمة على المحبة والأخوة والترابط. المزيد في هذا الحوار. أول مبنى للبرلمان الأردني، الزمان هذا الزمان هو زمان يتجدد فيه هذا الوطن بفكره. إحنا سعادة العين مد الله الطراونة، أنت أيضا عضو في اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية في المملكة، وأنجزتم إنجازا. خير مكان نتحدث فيه عن التحديث هو هذا المكان، لأنه تجربتنا في العمل في السياسة في العمل السياسي الوطني هنا كانت. ماذا تقول؟ ما هي العلاقة ما بين المكان وإنجازاتكم؟ لقد شرفت بالأمر الملكي بانضمامي إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برفقة ثلة طيبة من أبناء هذا الوطن يمثلون كل أنواع الطيف السياسي، وكان برئاسة دولة الأخ الحبيب الدكتور الأستاذ سمير الرفاعي. ويعني عندما تفضل جلالة الملك وبالرسالة التي بعثها إلى دولة سمير الرفاعي أن الأمم الحية التي تنبض بالحياة هي التي تطور وتحدث تشاريعها، وطالما أن هنالك يعني أن الدولة نابضة بالحياة فبالتالي هي حية، فلا بد من التطوير والتحديث. ومن سمات الشعوب الحية أنها تطور قوانينها وأنظمتها لتتوائم مع العصر. حقيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يعني كان كتاب التكليف السامي لرئيس اللجنة والإخوة الأعضاء أنه هو إنجاز يعني قانون انتخاب جديد وإنجاز قانون الأحزاب السياسية، ثم لتطوير الإدارة المحلية وتمكين المرأة
والشباب وتعديلات التشريعات الناظمة للحياة السياسية بحيث تتوافق مع الدستور ومع التطور الذي يعني يجري على هذه القوانين. حقيقة يعني أنه يعني تم التوافق على يعني قانون الانتخاب ومجمل القوانين كان الحديث فيها يعني من خلال العصف الذهني والفكري لساعات طويلة واستمر حوالي تقريبا 115 يوما تم إنجاز والحمد لله هذه التشريعات التي تليق ببلدنا وبطموحات جلالة الملك. لأن الحب يكمن بالعطاء والحياة تكمن بالتضحية، وبمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي الذي يصادف تشرين أول من كل عام، نظمت منجدات وزهرات مجموعة كشافة تيرا سانتا في بيت لحم يوما توعويا عن سرطان الثدي، وذلك بهدف تشجيع المرأة على الفحص المبكر. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. نظمت عشيرة المنجدات التابعة لمجموعة كشافة تيرا سانتا نسور المهد في بيت لحم نشاطاً توعوياً في عرين المجموعة عن سرطان الثدي، وجاء هذا النشاط في شهر أكتوبر الوردي. تضمن النشاط منشورات توعوية للمرأة والفتاة باللغة العربية والإنجليزية ومعلومات وملصقات زينت عرين المجموعة تتحدث عن هذا المرض الذي يشجع المرأة للفحوصات الدورية والذي يدرج تحت عنوان الفحص المبكر. وتحتوي هذه المبادرة بيع بعض المأكولات من معجنات وحلويات زينت باللون الوردي حيث يعود ريعها لصالح مرضى السرطان. ومن الملفت أيضا تبرع المنجدات بخصل من شعورهن كخطوة تضامنية مع المرضى. ويعد هذا النشاط توعويا من الدرجة الأولى، وهو ما يندرج من التعاليم والمبادئ الكشفية، والذي يعتبر من الواجب نحو الله والوطن والإنسان والعطاء والمحبة للآخرين وزرع الثقة ورسم البسمة على وجه كل من فقدت الأمل، فالحياة عطاء. احنا عملنا نشاط هو توعية للنساء، الكشف عن سرطان الثدي المبكر. طبعا انا استغربت انه البنات فكروا انه شو يقدموا منهم، فكان عندهم العطاء، فكل بنت جابت اشي من عندها زي ما انت شايفة هون ورح نبيعه، وهذا البيع رح يكون داعم لمرضى السرطان. فيعني أنا بصراحة كتير مبسوطة من المنجدات، وهذا شرف لإلنا إنه يفكروا بهاي الطريقة، لأنه دائما تفكيرنا في هالوقت إنه بفكر الكل بالنواحي الترفيهية وكيف يروحوا وكيف يجوا وكيف على السوشيال ميديا وكل هاي الشغلات. فأنا كتير انبسطت من البنات إنه فكروا بالإنسان، وهذا جزء من قانوننا الكشاف. الوهم هو نصف الداء والإطمئنان هو نصف الدواء، وفحصك المبكر هو أول خطوات للشفاء، وعشانك بتهمينا لازم تفحصي وتطمنينا. من هذا من هاي الجملة أنا حابة اليوم بهذا النشاط الحلو، كان هو نوع من أنواع التوعية لأميات اليوم وصبايا اليوم بضرورة هذا الفحص وإنك تعمليه عبكير وتطمني على حالك. نحن اليوم ككشاف عملنا هذا النشاط لأنه في مبدأنا الكشفي نحن منساعد الآخرين ومنخدم المجتمع، ففي هذا النشاط نحن عم نعمل حملة توعوية لسرطان الثدي. ففي المصاري اللي راح تطلع من هذا النشاط نحن راح نتبرع فيها لمرضى السرطان، وبنفس الوقت برضو منوعي الناس عشان تروح تفحص وتكشف عن المرض بوقت مبكر. للنورسات مارلين الحدوى من عرين مجموعة كشافة تيرا سانتا نسور المهد بيت لحم. قدم برنامج صباحكم نور الذي أعده وقدمه الأب جورج شرايحة حلقة جديدة ومميزة بعنوان الدعوات الرهبانية في الكنيسة، وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الأخت الراهبة هنادي جوري من راهبات الوردية المقدسة. وأغنى الحلقة الأب الإرشمندريت بولس حداد مسؤول الدعوات الكهنوتية في مطرانية الروم الكاثوليك، مسلطا الضوء على النشاطات والفعاليات التي قامت بها المطرانية والدعوات الجديدة التي قدمتها من أجل الشباب. فإلى هناك. بداية أبونا زي ما حضرتك تفضلت، الدعوة هي نداء، ونداء محب من الله المحب،
وما على الشخص إلا هو يتجاوب مع هاي الدعوة. طبعاً الأساليب أو الطرق مختلفة ومتنوعة حسب الشخص. في زي ما حضرتك حكيت، في أساليب مرات بتكون واضحة مباشرة، وفي أساليب بتكون ناتجة عن علامات ثانوية أو علامات هيك غير مباشرة ممكن الشخص يتلبى لإلها. بداية الحياة الرهبانية هي مش موجودة كلفظ بالإنجيل، ولكن هي اتباع ونهج المسيح بحد ذاته، المسيح اللي كان فقير، المسيح اللي كان مطيع، والمسيح اللي كان عفيف، واللي هو دعا التلاميذ زي ما احنا كمان شفنا بدعوة الشاب الغني. المسيح كان دائما يردد آية تعال فاتبعني، اترك كل شيء واتبعني، احمل صليبك واتبعني، من أراد أن يكون كاملا فليحمل صليبه ويتبعني. هاي الدعوة دائما نشوفها مع الرسل، نشوف كمان عاشها يوحنا المعمدان في البرية. فإذا الحياة الرهبانية هي حياة على نهج وعلى خطى يسوع المسيح الفقير والوديع والعفيف زي ما حكيت قبل شوي. يعني اليوم على أثير النورسات حول العالم الكل عم بسمعك مسير الآن، لكل فتاة عم تسمعك بإصغاء، لكل فتاة حاسة بكلامك أنه حضرتك عم بتوجه لإلها رسالة، شو ممكن نحكي لبنت اليوم أمام شاشة نورسات تسمع بكلامك وحاسة تعمل خطوة لقدام بس مستنية هذا المسج، مستنية هاي اللحظة اللي حضرتك حكيتي وسمعته، شو ممكن نحكي لها؟ هلا طبعا الحياة الرهبانية لا تخلو من الصعوبات، يعني زي كل حياة، حياة الزوجية، الحياة العملية، كل حياة فيها صعوبة. وللأسف إحنا في مجتمعات اليوم في كتير تحديات وفي كتير إغراءات بتخلي الشاب أو الفتاة ما يلجأ لهاي الحياة اللي هي زي ما حكاها المسيح الباب الضيق يمكن. ولكن المحب مستعد إنه يضحي، والمستعد إنه يكون كل إشي فاني من أجل الربح الأعظم زي ما حكى القديس بولس اللي هو ربح المسيح. فأنا بشجع كل فتاة وبشجع الأهل إنه يشجعوا أبنائهم لأجل هاي الحياة، الحياة اللي هي فيها إحنا نتكرس للحب الأعظم. كل إشي جميل في الحياة، الله خلقه جميل، كل إشي فيه رسالة حب في الحياة، ولكن الأجمل إنه إحنا نتخلى عن كل هذا المحب والجميل من أجل الربح الأعظم اللي هو محبة المسيح. نعم صحيح. الدعوات الرهبانية نحن بحاجة بس لرهبانيات إنها تقود المسيرة والناس تتبعها. يعني مثلا العلمانيين لما بيكون عندهم دعوات بحسب مواهبهم المعينة فهن بحاجة لإرشاد، طبعا لازم يكون هناك معلمين، فالمعلمين من الدعوات الرهبانية من الراهبات، من الرهبان، من الكهنة كمان، بس بحاجة لهذه القيادة. لكن الجميع مدعو إنه يخدم كنيسة ربنا من خلال المعمودية اللي بياخدها. صحيح. فما يكون مركن بس على إنه رهبانيات أو كهنة المسؤولين ونحن بس فقط متفرجين، لأنه صار الحمل كتير تقيل على الرهبانيات خاصة مع شح العدد اللي عم بيوصل حاليا. صحيح. يعني مو الكل، يعني تشجيع الرهبانات، يعني العائلات بطلت زي زمان مثلا تشجع أبنائها، خاصة مثلا لما بكون في أبناء عندهم دعوة ومن سن صغير وهن بيلاحظوا هذا الشيء. إن شاء الله يا ربي هالحلقة هذه إنها تعطي صورة واضحة عن موضوع الدعوات الرهبانية، ومع سيستر كمان هنادي إنها تقدر تعطي عنها الروحانية الحلوة، تشجع الناس هالصبايا وهالشباب كمان اللي عندهم دعوات ما يخافوا إنهم يعلنوا دعوتهم ويمشوا بحق للرب مثل ما حكت سيستر هنادي. الله يعني يحميها ويكون معها ويكون مع كل رهبانات الموجودة في الأردن اللي بتخدم هذا الوطن كمان، وبتخدم كمان رهبانيات الأخرى بالعالم خاصة كمان بالأراضي المقدسة، وأيضا الرهبانيات اللي بالأماكن اللي بتكون شوية فيها مشاكل أو حروب، أو نلاحظ أنه الرهبانيات هي الملاذ وهي البسمة الحلوة بالرغم من كل صعوبات الحياة اللي بتعطي الأمل والرجاء والثقة بربنا بحل الأمور. أبونا حضرتك مسؤول الدعوات وبترافق الشباب خصوصا الإكليريكيين اللي على مقاعد الدراسة والشباب الشمامسة اللي خلصوا وبتجهزوا للرسامات،
جت انقطاع العالم عن التواصل الوجاهي بسبب الوباء وهيك، هل عودتم اللقاءات؟ نعم، احنا يعني نلتقي حتى في الوباء كنا نلتقي بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. لقاءات تقريبا شهرية أو أحيانا شهر ونص نلتقي دائما مع بعض، مع الشمامسة اللي هم عددهم 9 شمامسة ما شاء الله، بعض منهم متجوز بينتظر انقضاء الفترة لحتى الرسامة، وبعض منهم ما بده يتزوج قريبا في رسامات، واثنين منهم ارتسموا شمامسة إنجيليين يعني هلأ مؤخرا يعني من حوالي شهر وأقل من شهر، اثنين منهم صاروا شمامسة إنجيليين يعني. نعم. وواحد بس اللي عم بتابع هلأ في لبنان. نعم. دراسة، والباقي كلهم تقريبا يعني مخلصين، واثنين منهم رح يكونوا شمامسة إنجيليين دائمين رح يكونوا إن شاء الله. نعم. أبونا، بالرعاية اليوم إحنا كيف ككهنة مثلا كمكرسين، إحنا كيف اليوم بعظاتنا باحتفالاتنا كيف ممكن نجذب هالشباب إنهم يكتشفوا، يعني ممكن نقول مثلا المخيمات بيئة حاضنة لاكتشاف الدعوات، أو إيش الأشياء الممكن عمليا نعملها تنقدر نطلع دعوات نكتشفها؟ طبعا هو هذا يعني بتخص الشخص نفسه، انه زي ما حكيتوا في بداية برنامجكم دعوة لقاء مع الرب، وهاللقاء بعدين حميم بيكون بينه وبين ربنا، وبلاحظ الخوري او الراهبة في الرعية يعني بتلاحظ انه فلان في عنده هالحب هذا لتلبية نداء ربنا، واكيد في منهم كتير بطلبوا هذا الاشي انه كيف بدي اصير خوري او راهبي او اشي، فبصير هون دور الخوري انه يوجه وين صاير هو، وين باي مراحل علمية باي مراحل روحية، من خلال اكيد الشبيبة واللقاءات الشبيبة والكنيسة والرعية وزيارات الرعية، يعني من خلال تواصله خلينا نحكي الخوري أو الراهبة مع الرعية، التواصل بوجد هالعلامات هذه، لأنه مرات نحن بحاجة إلى قدوة أمامنا. انطلقت من ملعب الجامعة الأردنية فعاليات أركض مع زها التي نظمها مركز زها الثقافي بمشاركة أطفال متلازمة داون وآخرين أصحاء بهدف دمجهم مع المجتمع، وقد شارك في السباق 70 طفلاً ممن يستفيدون من خدمات مراكز زها في المملكة. وقال نائب سمو رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باسل الطراونة إن تنظيم هذه الفعاليات التي تدمج ذوي الإعاقة مع الأصحاء هي أكثر الطرق وأسرعها نحو تمكين ذوي الإعاقة وانخراطهم الطبيعي بالحياة اليومية. أقيم في جمعية اليقظة التعاونية لآل فخوري في خلدة بعمان حفل إطلاق كتاب للدكتور جلال فخوري بعنوان شذرات في الفكر السياسي الفلسفي، حيث قدم الكاتب خلال الحفل نبذة عن موضوعات الكتاب التي تعبر عن ثقافة واعية وبعيدة عن الآراء الخاصة، ومنها موضوع صراع حضارات لا صراع أديان. كما أطلق بذات الجمعية ديوان شعر للدكتورة فيلومين نصار بعنوان شرقية أنا، حيث قدمت الشاعرة خلال الحفل قراءات من ديوانها أمتعت الحاضرين من رجال دين وفكر وسياسة. شكرا جزيلا لقناة نورسات، دائما هي مرافقة لجميع أنشطتنا الكنسية والثقافية والشبابية على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم العربي. شكرا أيضا لحضوركم اليوم لحتى تغطوا حفل إشهار كتابين في نفس الوقت، كتاب فلسفي للفيلسوف والدكتور جلال فخوري بعنوان شذرات الفكر السياسي، وديواني الشعري الأول بعنوان شرقية أنا. هذا الديوان سميته شرقية أنا لأنه يتحدث من القلب إلى القلب، من امرأة شرقية إلى المرأة الشرقية التي تعيش أوجاع
وآلام وآمال وتحديات كل امرأة تعيش في عالمنا العربي. هناك الكتاب يحتوي على جزئين تقريبا. الجزء الأول يتحدث عن الوجدانيات والإنسانيات والمرأة وحقوق المرأة والكرامة الإنسانية وآمالها وآلامها وطموحاتها في أن تكون كل متكامل في هذا المجتمع الواحد المتكامل، حيث لا يوجد امرأة ورجل بل كليتنا كل متكامل. الجزء الثاني وهو الثلث الأخير حقيقة يتحدث عن الوطن، وهو بعنوان وطنيات وطن ووجدان. يتحدث عن المآسي التي عاشها اللاجئون سواء العراقيون أو السوريون أو الفلسطينيون أو أي لاجئ في عالمنا العربي، وعن تحدياتنا أيضا كشعب عربي نعيش فترة صعبة ممزقة نوعا ما. أخاطب هذا الوجدان العربي لكي يصحو، وأنا جزء من هذا الوجدان وأنا جزء من هذا الكيان العربي. شكرا جزيلا لكم، بتمنى أنه ينال الكتاب إعجابكم وتشجعوني كأول تجربة، وأنا حاليا في صدد الانتهاء من إصدار كتابي الديوان الثاني إن شاء الله، إن شاء الله بتتشرفوا أيضا في إشهار هذا الكتاب. أعلنت الإدارة العامة لمدارس البطريركية اللاتينية في الأردن بأن الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجد الرومي ستحيي في 15 من شهر كانون أول القادم، وبمناسبة عيد الميلاد المجيد حفلا خيريا ليرصد ريعه لمساعدة الطالب المحتاج. ولفت الأب وسام منصور مدير عام المدارس إلى أن الحفل يأتي ضمن المبادرات الخيرية للسيدة الرومي سواء في وطنها لبنان أو في سائر البلدان العربية والأجنبية، لتمثل بذلك أنموذجا فريدا لنشر فضائل المحبة والسلام. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يؤكد على دور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. شيخ الأزهر، رسالة البابا فرانسيس كلنا إخوة مهمة بالنسبة للمسلمين. الكنائس الأردنية تحتفل بعيد سيدة الوردية المقدسة. القبة الجديدة تعتلي كنيسة الأقمار الثلاثة في دبين. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursatjo.org. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.